نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في العقيدة، قال تعالى في كتابه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إنك ميت وإنهم ميتون. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الأحبة، حقيقة قرآن بن آدم قول رميسا قال يا مسلم هي الموت وقيري نفولو دنيدا شوكتا واي بحيسا رسولك ربي أتش على بوت المامية. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، هذه هرطا إذا نوقل أن إينا وارتا ما ترتبى إله إليه سبحانه وتعالى أدقنا واري ميس قيري تذكر دبا قيريون كل تعليا قيريون كل نعبيا قيريون كل يربا قيريون كوين با قيريون. ولكن هل الموت نهاية حياة أم بداية حياة؟ أيها الإخوة، قيرد وصفر وقف نولك التقي ونول الشربطة بلابية وقفك بحين نولشي امتحانك هاي وتغي نولشي جوابك اللي هلي الأسئلة الحرجة بلابة يا قف باس سؤالها نولش وذاك قف بناء دنما اللويدية. نبي محمد عليه الصلاة والسلام حت المامية قفك مركا حباش الله ديقه إيه لغا دريره إيه وسنقرد الدبتي كرنقا قيم مغليه ورعي النعل كبها تقف تقف تودا يسقو سي مقليين لك عندورا ونفط ديبو صون غنس. اذا نفط وحي كما غنيت فتره ير بين نفتي جسدك كلا مغنايه كدبنا نل الرسوب بلا بيا وحب بلا بيا دار عصب تجي ودن جديد تجي يسال عن هويتي او هويتي وحل ويديني يا هويه ذات محيط من انت لما ويديني يو وردوني دي محال حوالا كتمي لما ويدين يا محال عبور بشي لما ويدين يا محال دار بستي لما ويدين يو قبيل كاضحي عدي ويدين ما يسد دولادات كتر سنين لكن هوية انت بك قد سبال لويدين يا من ربك وما دينك ومن نبيك. وسؤال هذا الله ينصي شعبي انت ندوني دا كورنا الله هاي أي ربي سبحانه وتعالى ينوصي شيغي إن سؤال شاء الله ينوي دين دونه. حدنا
waxa uu nabi maxamed tilmaamay alayhi salaatu wasalaam dadkay badan inay garan waydo su'aal muqaddama oo aad hadda haysato jawaabteeda aad dhegdhegaysay oo in badan iyadoo laga warramaya aad maqashay laakiin insaanku xaaladda dhabtu markay timaado marka uu baqo oo uu hanfariiro wax badana uu male ku hayay ama madaxiisa ku jiray baa luma arday buu isagoo maantoo dhan wax soo akhrinaya wax badan soo qaybay hadduu naxo markuu imtixaanka bilaabayo waa hilmaamaa wax badanoo xasuusanaa marka uu imtixaanka ka soo baxay dabadda yimaado ayuu dib u xasuustaa yidhaha warile su-aashaasina caynkaasay ahayd taana waa qaladacay muxuu u ilaabay insaanku hadduu boqo laba malagoo bajinayaa kuu imanaya midabkoodu nooc kale yihi indhahoodu qaab kale yihiin ku argagax gelinayo loogu talagalay inay ku argagax geliyaan maanta nifaaq ma jiro ma jiro gish ma jiro munaafiqiintu maantaba laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah bay dadka ka dhex leeyihin dad badan baa maanta rabbi allah islaam baa nahay nebi maxamed baa rasuulka iyo calayhi salaatu wasalaam dad badan baa dunida leh markase meeshaasi la tago ma jiri doonto inaad munaafaqayso ma jiri doonto tamthiiliyaad inaad rawaayid matali doonto waxaa soo bixi doona xaqiiqadaad waxay tahay idan ayuha alikhwa su-aasha koowaad waa man rabbuk man sayiduk waman maalikuk yaa kuu rabbi ahaa yaa kuu sayid ahaa intaad dunida joogtay ficlan addoon baad ahay alinsaan cabdi waxaan ahayn ma noqdo insaanku marnaba xurriya mutlaqa ma gaado alinsaanu fii xayaatii waa cabd laakiin waxay isweydiinta le maalintaa lagu weydiinayaa war kumaad addoon u ahay yaa rabbigaa ahaa yaa sayidkaa ahaa walidaalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam dunida wuxuu noogu tilmaamayaa tacisa cabdu dirhami wadinaar dad baa addoomma ah laakiin waxay addoommo u yihiin addirham wadinaar adduunkan iyo sida looga xoogsaday addoommo u yihiin waxaase lagu weydiin aakhiro waa su-aasha aman rabbu ayuha alikhwa cajabta insaanka waxaa ka mid ah su-aashan maantii lagu abuuraa lagu weydiiyey ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa waid akhada rabbuka min bani aadama min duhuurihim waashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu bala shahidnaa an taquluu yawma alqiyaamati innaa kunnaa can haada gaafiliin aw taquluu innamaa ashraka aabaa'una min qabl wakunnaa dhuriyatan min bacdihim afatuhlikunaa bima facala almubtiluun wakadalika nufasilu alaayaati walacallahum yarjicuun ilaahay wuxuu inoo sheegay subxaanahu wa tacaala aadam dhabarkiisa inta reer nebi aadam oo dhan laga saaray wuxuu dhali doono dhan intaa laga saaray hal su-aala in ilaahay weydiiyey ilaahay wuxuu ku yidhi alastu birabbikum waa reer nebi aadam ou rabbigiin ma ahay baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala reer nebi aadam maantaa way qireen oo balaa bay leeyi ilaahow rabbigaya baa tahay ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala waxaa sidaa u yaala inaydan hadhow dafiraad la imanin waalinsaanu min dabcihi alinsiyaan bini aadamka dabeecadiisa waxaa ka mida inuu xilaabo waad ilowday su-aashaa rabbi ku weydiiyey iyo wakhtigay dhacday rasul baa ilaahay soo diray min baabi tadkiir wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcaa rasuula ilaahay wuxuu leeyay haddana mar kale idin qabsan maayo inaan rasuul soo dira mooyaane rasul baa la soo diray su-aashii dib inoo xasuusisa intaynu adduunka joogno inoo sheegtaa man rabbuna yaa inoo rabbiya ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala walow annaa halaknaahum bicadaabin min qablihi laqaaluu rabbanaa lowlaa arsalta ilayna rasuula fanattabica aayaatika min qabli an nadilla wanakhza haddaan halaagi lahaabaa ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala intaan rusushu u imaanin waxay odhan lahaayeen rabbanaa lowlaa arsalta ilayna rasuula ilaahu maad rusul noo soo dirta idan ayuha alaxiba ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegay dunida markaynu nimi su-aashaa inuu ina weydiiyey waxa kaloo la inoo sheegay dunida markaynu ka baxno ee ugu horraysa aynu xabaal tagno su-aasha ugu horraysae layna weydiin doono inay tahay nafsuhaabaa soo noqonaysa intaynu dunida joogna ilaahay baa inoo sheegay wa anna ilaa rabbika almuntahaa
وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رب سبحانه وتعالى وحينا شيئا أدونك نينو حقي سكو إنتو هدونا كل ما أندونا أدونك إنت اللي تشوغنا إنو يسوي هيك وحنا كأوهية وحنا كفرحية. الضحك الضحك يو البكاء إلهي سبحانه وتعالى هو سوي روك عن تيليك وشرابولي أنه هو أضحك إساقا بنا أدبك كقصلية إساقا كأوهية إساقا الدلة إساقا النورية سبحانه وتعالى سينا المسألة دعوه المامي ورانك واحد دعاك صار ورانا من ربنا بيك صار وراني سقاشن يصدح ميلود بقرانك واحد صار وراني ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك. ربنا وابعث فيهم رسولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ربنا أفرغ علينا صبرا. ربنا لا تؤاخذنا. ربنا لا تزغ قلوبنا. ربنا آمنا سقاشا يصدح ميلود بقرانك وحكو سؤال ري إن لي نبره إنتي ننتنكب بحنين إن نبرنا ربنا إن نبرنا إن ربنا لي سبحانه وتعالى سيدة دبد عدا مع السنة قصار أرضي ولا بالله فدوم بأبضنتي إما باسم الجلالة إلهي سبحانه وتعالى مقعيس رصفك الله اللهم إنك دعيسه وإما بصفة الرب ربنا صفة إنك دعيسه دعين كل ما دعون بكصار أرضي آخر مركة تكتنا تيد دريد مركة تكتين ربنا آذل هاي أي أوه الرئيس وحلقه ويديه من ربك وليكون ربي هاي انت دريد تكتين إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وحكمت المامية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إلهي وحلي سبحانه وتعالى يثبت الله في الحياة الدنيا الذين آمنوا إلهي وحسوغيا هو إيمانك لغيها لين لشي أدومك سوغيا حالك سوغيا عند ورود الشبهات مرك الشبهات كبن آدم كعقل قيس خلخل قليا أي مادان إلى هاي هداية يقيم بقصوية مرك أي تمادو عروض شهوات وحيامها النفط وعياء بنفط شعشي مرك أي تمادو إلى هاي سبحانه وتعالى وقصوية ما أحبه الله نكهر مريو ما تحب نفسه. ولذلك إلهي وحلي يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا انت اي ادونك جوغان الهي باسوغي سبحانه وتعالى اخرنا الهي باسوغي اخر حقيقة بلا بنتا من القبر قبر جاي بلا بنتا اخره مركا لويديا من ربك نبي محمد حتى المامي عليه الصلاة والسلام انت مؤمن كينا يرندون تربي الله قال كي منافقنا يرندون ها لا ادري ها لا أدري إنك جوابي دورا قرن مايا أيها الحبة إلهي وحلي سبحانه وتعالى ويضل الله الظالمين إلهي والله من أين ظلم يا سميسا ظلم وحوين الشرك بالله إن أدي الله سبحانه وتعالى الشريك يشوف وظلم ظلم وين إن الشرك لظلم عظيم ظلمي قاوحا كحي قاوحي إلهي حقوق دي سئات ظلمي دون عدة ظالمين تنقطة إلهي وحلي يسوغي مايو لا في الدنيا ولا في الآخرة أدونك أنا الله سوغي مايو آخرا الله سوغي مايو إلهي تلمامي سبحانه وتعالى ويفعل الله ما يشاء. أيها الأحبة سؤالك لين مشغول كنا وحين مشغول كنا يوحي الله علي وحين مشغول كنا يوحي الله علي وحين مشغول كنا السؤال انت وضبطنا انا اخر ليس ويديني الاسئله الحرجه سنه النبي محمد وحي شيغيسه حباش انا يسدح سؤال ديسكو ويديو مرك الله صواب بحي الله اللي سرت ان افر ليس ويدي لبدا قور السؤال او النبي قلت المام يا قف كستو ابن ادم انه مري حباش صدح واتكم مريسا من ربك وما دينك وما النبي
مركا لغصو صارنا لا تزال قدم عبد من ابو تلمامين اني زول قفنا ماشو تاغيين ان كنا قاقي كريم رجد انا قطي انا قطنطو الى يينا افر سؤال ادو بويدي الاسئلة الحرجة ويا وسؤال نبطا ان رشا انت تشوكتا ضبا انت انا تدي يا درود وسؤال نبطا يا ضبا انت انا تهدي سويديسو وسؤال نبطا يا ضبا انت هاي هدى الجواب ما هو هيسا عدانا هدى الجواب هلين فترة هدى الجواب ويدو وحل قضاينا هدونا الجواب هلين إلهي الله طوبت كيرا ادب دفل ويدش الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ايها الاحبه الهي قرانك وحكمي ان الذين لا يرجون لقاء ورضوا بالحياه الدنيا واطمانوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم أيها الأحبة إلهي وحول أن يكون دون جمرك يتشوغان أن لكلان كي يرجين أن سؤالها سديار كبواهي أن إن رشوض حسابته وجر وورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها بإلهي رالي كل نقضي نلوش الدنيا وحلق قبطه وإطمئنان كحس لي بإله إليه سبحانه وتعالى نلوش الدنيا إيا وحيابها كريال لي رالي كيين حوك سيادية هلستادية مشغول كيلا تاسان مطمئن كيين ما أنتو تاسو هلو مطمئن القلب مستريح البال واقف دريم يينو فرحي دريم يينو راحي استي دريم يينو قولي استي هو إلهي وحليه سبحانه وتعالى والذين هم عن آياتنا غافلون إيه آياتك يغنم بوغن با إلهي ليه وحن دقنين بحيي إيه وحام وحصو ساري بموغ إلهي وحكوت الماما يولئك ما واهم النار قواسي هو يقود والنار عكس يقود قوة إيماني عمل صالح لغه لي يهديهم ربهم بإيمانهم إلهي سبحانه وتعالى وحنورنا إياه أيها الأحبة قرآنك هداد أخرضه أنت لفظ ربك سواء أرورتي ووحت ربدا بل إلهي سبحانه وتعالى آيات بضنب أنت إستصف أيه فالق الحب والنوى مرق سواء تلمام في سورة الأنعام آيات ربدا إلهي تلمام يسد وحو أبوري خلق غير يسولي أي ربي وحكو قبق بيني ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو ذلكم الله ربكم وركاسب إله إليه سبحانه وتعالى وربك خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل إليه سبحانه وتعالى في سورة يونس حليل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إلهي يوحينا شيرين وعركنا أبوري يقولك يوحينا نمعها يسنورنا نسقو لي أرنك ينسقو مامره هداد فقر كتشرته هداد دبك وحيسته هداد نعمة سنتي يدبر الأمر إلهي سقى سبحانه وتعالى جندة تدبير كذا ليس هناك رب سواه ذلكم الله ربكم فاعبدوه إلهي سبحانه وتعالى وحليه وكاس وربكين عابدا ذلكم الله ربكم فاعبدوه آيات كمكلة المامين ربين ويه وحد بطاء اللينين عابد يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إلهي وحين لي سبحانه وتعالى هبين يمالين سيقى قدية ويسنح قلية عد عدا سيقى يسخن الدنيا كلها
waxaan noole jooga adduun energiga cadceedeed buu isticmaalaa. lawla shams, ilaahay haddaanu cadceedan meesha dhigin adduunka ma jirin. wax allaaliya waxa energi dunida yaalla, director indirect wuxuu ka yimaadaa cadceeda. ilaahay wuxuu leeyahay wasakhara ashamsa waalqamar, isagaa idiin taskhiiriyay. ma cindakum min shay, wax agtiina yaalla ma jiraan. ولذلك با إلهي وحنا لي ذلكم الله ربكم والله سار ربينا له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إساق قداشي أمسكو دي كوا بري يسان عابد يسان واروح ما محنطان بقى الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تؤفكون إلهي وحلي إسقايدا أبوري إسقايدا كأبوري في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث علوشه يدي ربي سبحانه وتعالى إسقايدا كأبورا أطوار مرولين السنبريين عروف حنشر مضغة لفة هلب وحاسو دان سغا إلهي أطورتا يدي سو مريم ميل مقدية صدحة أي ربي سبحانه وتعالى إنكو أبورا ذلكم الله ربكم قال ربي كتب بيسينيا في سورة غافر الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. أيها الأحبة، أدونك أن نكون الله ربا إسكاله مركو ينا أبوري أيوهنا النعمي وحد ندي لأين نفسرين يأين عرين يأين مودين يأين حوكسرين والنعمة دي سيئين سوال ولاقين كدبنا إنين عابدنا قلو ينا ويدي أدونك مركو ينا كانيس وآشا سوين ويدي ألستو بربكم maalinta aynu ka baxnay ee koowaadna nafsu su'aal baa rabbi ina weydiinaya subxaana wa tacaala nafsu su'aal man rabbuk war dunida intaa joogta ayaa kuu rabbi ahaa wuxuu ina baray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qofka ku wardiya ay wardigiisa ka mid noqoto markaas adduunka intuu joogo ku celceliya radiitu billaahi rabba wabilislaami diina wabimuxammadin nabiya إنه كم من نقول يقوى سيماني أيها الأحبة مالك استقف بل سيسي ذا قريودي مالك استنى حباش يفتنى مالك استوحن لنا يقف بين امتحانك وقينان لنا هل هو يجي سؤاله كل يوم قف بعض وضع واحد لاضي ربي قاي سورتاك أسئلة ده هكو ويدية أدوغنا أدو حباش دورتاك مباد الله تاي أما أنا دو حمك الوغي واتكسوا النقر سوادي الله بيسا أدون كم باتكم مشغول طهي أهل مادة ددان الله إيا الرسول طهنا بغيسين بالا النوشي سيدو ديوك لها ونولانا وقتك كم حاوبا هنتي إنا ربك إيكا فكرته إنا عرفك وهيسا نبي محمد إلهي سبحانه وتعالى مركا يدبتو كم بضطي ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بإلهي قال إنت سؤوك هاتكتوا وقنهي إن لا تقعد اليوم دونته حاد عليني قال الله بيت كقبح حسابك الله راح عقبته إلهي وحقولي فصبح بحمد ربك وكن من الساجدين فصبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عكس هذا إلهي وتلمان مركا يدبتك قبضته إلهي عرفك هيبال ولو تنزيه يا ربك حصوصه هذا برا ليسته وليسته إلهي وحلي مركانا ربي قام حاسوسنا أفكا مسلم كاهي مر نبا مل الذكر كالي إذا قول إستو إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله حالة قبر مركا إلهي وحلي فصبح وتصبح سو وتصبح سو معنى هذه الوحوية أن نرش مركا عريري تهي إلهي الذكر يسهي نرش مركا برواقة تهي إلهي الذكر يسهي في كل أحوالك عند العرب كابو حسيا كورا تكشي كيسي أبضا يا هذا هذا الحيسي لنوش هاي ربي قاهر نبط
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.